اهلا بحضرتك، عايزه بس اسال الشيخ سؤال. اتفضلي انت على الهوا، اتفضلي. انا باجي من المدرسه بصلي الظهر، تمام، ايوه، وبعد كده بروح الدرس، باجي العصر وانا في الدرس العصر بيكون اذن والمغرب، تمام. فاما اجي اصلي العصر الاول ولا المغرب؟ طيب حاضر، بشكرك يا حبيبي على اتصالك. هي بتقول ان هي بترجع بتصلي الظهر وبعدين بتروح الدرس، بترجع من المدرسه تصلي الظهر وبعدين تروح الدرس، بيأذن العصر والمغرب عليها وهي في الدرس. تقول لما ارجع البيت اصلي ايه الاول، العصر ولا المغرب؟ العصر الاول، لكن ليه يتاخر الاثنين مع بعض؟ من العصر للمغرب مسافه كبيره يعني. هي بتقول في الدرس، الدرس من العصر للمغرب؟ لا، تصلي العصر قبل ما تروح الدرس، او تستأذن بين الدرس. يكون لسه وقته وما جاش. ماشي، قبل المغرب، قبل وقت الحرمه، استأذن 5 دقائق اصلي. تمام. يعني اصل مسافه طويله، يعني مش اقل من 2 3 ساعات. لا، ده ليه الداعي لذلك يعني؟ طيب تمام.